وانا بصراحة شديدة ما اعرفش ده يمكن يزعل رامز بعد ما صالحنا يعني والكلام ده، بس انا ما ندمتش في عمري بقدر ما ندمت على المشوار ده بصراحة، لان انا علي اعتاب كتير على رامز يعني. بس انا لا انا الشخص اللي هغلط فيه ولا هعمل ولا ارفع عليه قضية ولا اعمل كذا ولا بتاع، بس رامز لازم يعيد حساباته تاني، لان كده لو الجمهور بيفهم كمان مش حد تاني لازم ياخد باله انه ده شيء مش لطيف اللي بتقوله على زمالك الممثلين قبل بداية الحلقة، وده اللي انا شايفه غدر، لان احنا ده ما بنشوفهوش في الحلقة، كل اللي بيحصل معانا في الحلقة كوم واللي بيتقال شوية قبلهم كوم يعني. فده الحقيقة بجد انا يعني نادم جدا وزعلت جدا، بس انا من النوع ان لما احس ان انا في شيء من الغلط انا قمت بيه معاهم ببقى اهدى في الموضوع يعني. فالانتاج كلمني ما ردتش لمده 3 ايام كده، وبعدين هم حسوا يعني، فكلمتني البنت زميلتي ديت على الواتساب، وبعدين قالت لي ان رامز عاوز يكلمك، رامز انت فارق معاه جدا. فقلت لها بلاش دلوقتي عشان انا ممكن نزعل من بعض اكتر يعني، فسيبيني لغايه ما اهدى بس شويه يعني. الكلام ده كان من يجي 5 6 ايام، فهو كلمني امبارح وقعدنا يعني الموضوع، نص المكالمه كان هزار وان هو ما قدرش وانه دافع عن نفسه بان برنامجه كاريكاتيري الى حد ما يعني، في حاجات كده فلازم ما اعرفش يأفور ازاي عشان يضحك الناس وبتاع، والناس كلها عارفه ان احنا بنهزر والناس كلها عارفه بتاع، ف اللي حصل حصل.